انما فتنه وده عملوا خناقه وبتاع، مش هنخلص من القصص دي. احسن حاجه ان احنا ما يبقاش ليها اسباب من اصلها. طب يعني حطهم لي كده اربع طلبات، لو هنقسمهم اربع لا طلبات، مش انا طلب، مثلا لا على انا الايميل هحطهم لك طلب واحد في كلمه واحده بس. غير ان انتوا عايزين رئيس جمهوريه، لا لا مش عايزين دي خالص. مش عايزين دي خالص، الحمد لا لله. لا طب مش رئيس دي، وزراء مش دي النقطه، مش في مساله رئيس الجمهوريه. انا عن نفسي لا اقبل ان يفرق بيني وبين مواطن مصري مسلم على اي مستوى في اي شيء. وتشعر ان هذه التفرقه موجوده؟ انا عن نفسي لا، لان ايوه، انت اسباب، انا نجيب شرس، فيروس مش لا عارف. انا ايوه شرس اساسا. بيجي حد يطيبني بطلع دين اللي خلفه ما بيعرفش، لكن في ناس مستضعفه، في ناس